الحدث مع أحمد القماطي. شيع أهالي طرابلس اليوم شهداء الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف المفوضية العليا للانتخابات، والذي تبناه تنظيم داعش، وجاء بعد ساعات من تجمع الإرهابيين وسط المدينة. الحدث، أهلا بكم مشاهدين. حالة الصدمة لا زالت تلقي بظلالها الثقيلة على الليبيين بعد أن كشر داعش مرة جديدة على أنيابه، واستهدف مدينة طرابلس بعملية انتحارية مزدوجة أوقعت 13 شهيدا. ساعات حبلى بالأحداث والصدمات خيمت على طرابلس، بدأت برسائل إشادة وجهها أحد أعضاء الرئاسي، نعى خلالها أحد القيادات الإرهابية، ليصدم الطرابلسيون بعدها بتجمع عدد كبير من الإرهابيين تحت حماية مشددة من ميليشيات داعمة للسراج على رأسها كتيبة ثوار طرابلس التي كشفت وجهها الحقيقي الذي حاولت إخفاءه طيلة العامين الماضيين. معطيات جديدة تدلل على أن طرابلس باتت محاصرة، أن داعش وداعميها من الإخوان المسلمين والمقاتلة يتحركون بحرية وقادرين على الضرب في المكان والزمان المحددين، كما يشكك في مزاعم محاربة الإرهاب الذي يعلنه رئيس المجلس الرئاسي في زياراته الخارجية. لم يطلب ملك، لم يطلب رئاسة، كان يطالب بمدنية الدولة، ولذلك الرجال هذول قدموا صورة حسنة عظيمة على حياتهم، مثل ما قدم صورة عظيمة وبليغة على وفاته، كتبها بدمه، كتبها بفراقه كامل اليوم. ألف رحمة على أخونا الشهيد حسام بن حميد وعلى رفاقه وعلى كل الذين سقطوا يعني من أجل تكريم دولة حرة ديمقراطية مستقلة ذات سيادة. وبالتأكيد يعني تساقط هؤلاء الناس أو استشهادهم أو موتهم هو أولا شرف يعني وعزة يعني في جبين أهلهم وأصدقائهم وذويهم، وهو كذلك يعني فخر وعزة للليبيين جميعا يعني. الحدث، أهلا بكم مشاهدينا. أرحب بضيوفي في هذه الحلقة هنا في الاستوديو، الأستاذ محمود البرعصي الناشط في مؤسسات المجتمع المدني، كما أرحب بالأستاذ خالد الترجمان المهتم بالشأن العام. أبدأ طيب، أرحب كذلك بضيوفي عبر الهاتف، الأستاذ فرج حميد الإعلامي ودكتور سامي الأطرش المحامي والحقوقي، كما أرحب كذلك بالأستاذ كامل المرعاش الكاتب السياسي. أبدأ معك أستاذ محمود، بداية أهلا بك. مرحبا بك دكتور، مرحبا بضيوفك والسادة المشاهدين. أستاذ محمود، برأيك أي دلالات يحملها استهداف داعش للمقر الرئيسي للمفوضية العليا للانتخابات بطرابلس؟ هو في البداية حقيقة لا نذهب إطلاقا إن ما حدث للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات هو بفعل يعني ليس بفعل داعش، وإنما بأهداف أو مصالح
أو قناعة لداعش بتدمير أو تفجير المفوضية، وإنما داعش كان مرتزق فقط، هذا هو اعتقادي وأنا على يقين بهذا الاعتقاد بأنه كان مرتزق فقط من وراء هذا العمل الإجرامي. نعلم أن القوى الوطنية الداعمة لدولة المؤسسات الداعمة للجيش متضامنة بالكامل على أساس أن مخرجات الانتخابات القادمة تخلو تماما من الإسلام السياسي، وخاصة جماعة الإخوان الذين معروف عنهم بعبثهم لعبثهم وفسادهم في الأرض. أرادوا وهم على يقين طبعا جماعة الإخوان يعلموا بتضامن القوى الوطنية واتفاقها على أن تكون مخرجات الانتخابات هي مخرجات وطنية بالكامل لا يكون لهم وجود فيها، ويعلموا أيضا أن الشارع نفرهم بالكامل، ليسوا مطلوبين أو محبوبين لدى الشارع، فهم أرادوا من وراء مرحلة انتقالية أخرى للأسهم الموجودة حاليا لأنهم يملكون فيها جل الأفراد في المجلس، مجلس ما يسمى بمجلس الأعلى للدولة أو حتى في المجلس الرئاسي من خلال الأعضاء الذين هم مع السيد السراج كمحمد العماري وغيره. كونهم يدخلوا مباشرة جماعة الإخوان أو الإسلام السياسي في هذا العمل في تفجير المفوضية الوطنية العليا للانتخابات سوف ينفضح أمرهم لدى العالم، وهم يسوقون منذ فترة في الداخل والخارج على أنهم هم جماعة تريد التوافق وتريد بناء ليبيا، أرادوا أن يكون طرف آخر يقوم بما يريدون، نعم، وهو إجهاض هذه الانتخابات. إذن أستاذ خال، نعم أستاذ محمود، أنت تعتقد أن الإخوان المسلمين هم الذين نفذوا هذا الهجوم بأيدي تنظيم داعش على مقر المفوضية العليا للانتخابات؟ نعم، هم يريدوا إجهاض الانتخابات القادمة، لأن الانتخابات القادمة سوف لن يكونوا في المشهد الليبي، ولكن الطريقة التي استعملوها في إجهاض هذه الانتخابات هو تدمير المفوضية. تدمير المفوضية بيعطي انطباع لدى الناس عامة إن الانتخابات لا يمكن الخوض فيها في ظل هذه الظروف الأمنية التي غير مرتبطة وغير مسيطرة أو غير آمنة على الأرض الليبية، يريدوا يعطوا هذه الصورة. إذا كان جماعة الإخوان أدخلوا جماعاتهم التنظيمات الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان في هذا العمل وفضح أمرهم، إذن سوف تكون هناك هجمة شرسة حتى من المجتمع الدولي على جماعة الإخوان. هم أرادوا أن يدخلوا طرف آخر، والطرف الآخر معروف لا وجود له في طرابلس، هم متواجدون في الجنوب فقط في الجنوب الليبي، قد تكون لهم خلايا بسيطة وهو تنظيم الدولة داعش. طيب أرحب الآن بالأستاذ خالد الترجمان رئيس مجموعة العمل الوطني. أستاذ خالد أهلا بك. أهلا بك أستاذ أحمد. أي رمزية برأيك يحملها استهداف مقر المفوضية العليا للانتخابات بطرابلس؟ أستاذ أحمد، لابد أن نعي مسألتين أساسيتين وهي التوقيت والدلالات، وقد تحدثت في السابق عن هذا الأمر. التوقيت لهذا الاستهداف ودلالاته، لابد أن نعود قليلا إلى الخلف لنرى كيف تغير الخطاب الإعلامي للإخوان المسلمين من تصريح رئيس حزب العدالة والبناء صوان بأن الجيش في الشرق قاتل الإرهاب، ومن استشهد من القوات المسلحة اعتبره شهيد، وكأنه من يعطي شهادة أو سكوك شهادات. فجأة بعد سفر المشير وغيابه الأسبوعين والنيف، كيف انقلب هذا الخطاب من إشادة بالقوات المسلحة والدخول في مصالحة والدخول في حوار إلى مسألة أخرى تماما، وصلت إلى حد أنهم قد أعلنوا وفاة المشير، وكل الأبواق الإخوانية بدأت تصب في هذا الاتجاه، هذه الإشاعات ضد المشير، ضد المؤسسة العسكرية، ضد اللحمة وضد الحاضنة الاجتماعية
لدرجة أنهم أخرجوا أو حاولوا يخرجوا شيوخ القبائل من عدد من المناطق حتى يثيروا الفتنة ويهيجوا الرأي العام ويهيجوا الشباب ضد عليه. ووصلت إلى حد استهداف الفريق عبد الرازق الناظوري في محاولة لاغتياله. كل هذه تصب في نفس هذا الإطار. ثم بعد ذلك محاولتهم لتفتيت المؤسسة من خلال خطاب من الإعلامي، والآن أصبحوا في مرحلة أخرى، خاصة بعد أن شاهدنا هذه الجنازة التي أقاموها، صلاة الغائب، صلاة الغائب التي أقاموها على أحد رؤوس الإرهاب. وبعد ذلك مباشرة ما الذي يحدث؟ هذا التفجير الإرهابي الذي استهدف المفوضية كرمز ودلالة وفي توقيت مباشر بعد هذه الجنازة الرمزية في ميدان الشهداء وتحت حماية إحدى الكتائب التي تدعي الشرعية والتي يضفي عليها السراج والمجلس الانتقالي والمجتمع الدولي الشرعية ويمدها بالسلاح. هنا نتساءل كيف استطاع هذين الفردين من عناصر الذي تبنتها داعش، وأنا أعتقد أن هذا التبني ربما في إطار المخطط العام، كيف تمكن من الدخول إلى المفوضية؟ كيف وصلوا إلى داخل المفوضية ووصلوا إلى أماكن دقيقة وأماكن معلومة؟ أستاذ خالد، هل نسألك عن الجهات التي تتهمها الآن بأنها هي التي سهلت لانتحاري داعش للتقدم والتحرك في طرابلس وضرب المفوضية في نهاية المطاف وإيقاع هذه الحصيلة الثقيلة من الشهداء؟ من هؤلاء؟ دعني أقول لك شيئين. أنا شخصيا أرى أن هذه مؤامرة من الداخل ومن الخارج. هذه ليست فقط من أمن لهؤلاء الدخائر والأحزمة النازفة وكذلك السلاح وأعطاهم الخريطة وأمدهم بالأماكن المستهدفة فقط، بل من زود هذه الأحزمة النازفة بهذه المواد الكيميائية والمتفجرة حتى تخلق هذا الكم الهائل من الحرائق. هذا لا يخلقها هذا الانفجار بهذا الشكل ما لم تكن هناك مواد تساعد على هذا الاشتعال الرهيب الذي حدث وأحرق المكان. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، من آوى هؤلاء ومن أعطاهم سلاح ومن أوصلهم إلى داخل المفوضية؟ هذا من الداخل. أما ما أتهم به الخارج فهي التوقيت والدلالة. ضرب المفوضية، هناك جهات، هناك دول وهناك مخابرات لا تريد لليبيا الاستقرار وهذا اتفقنا عليه. كذلك هناك دول يهمها تماما أن تعلن بأن لا انتخابات ما لم يكن الإسلامويون الجزء الأساسي في هذا المشهد. وبالتالي من أمن لهؤلاء هذه الحماية؟ من ربما هذا تساؤل وأتمنى أن يجيب عليه أصحاب سؤال لك أيضا، سؤال أريد أن أوجهه لك وربما تضيف الفكرة التي تريد إيصالها كذلك. الأستاذ محمود البرعسي اتهم مباشرة الإخوان المسلمين بتنفيذ هذا الهجوم الإرهابي وقال أنه استخدم انتحاري داعش لتنفيذه حتى لا يظهر في الصورة، وتلك سياسة إخوانية قديمة. تتفق معه؟ نعم أتفق معه تماما في هذا الأمر. لأن الكثير من هذه البيادق من دروع، من عصابات مسلحة، من مافيا أموال، من مافيا سلاح، من تجارة تهريب، من مخدرات، هذه كلها وراها تنظيم الإخوان المسلمين. هذا لا مراء فيه ولا شك فيه. ولكني أحب أن أصل إلى مسألة هامة، وهي عندما استهدف مبنى المفوضية ألم يكن هناك بعض الأجانب الذين لهم علاقة بالأمم المتحدة يتواجدون في هذا المبنى؟ لماذا لم يكن متواجدون أثناء التفجير وأثناء هذا الهجوم الانتحاري؟ كذلك السيد رئيس المفوضية نعم لم يكن في المبنى وكان في لقاء مع مجلس الدولة، مجلس الدولة مع خالد مشري أحد الإخوان. لماذا استدعي في هذا التوقيت تحديدا وكان هذا الاجتماع؟ فلتكن مصادفة. هناك إشاعات عن بعض الذين تغيبوا من المفوضية ولهم ميول إخوانية. هذه علامات الاستفهام الأساسية تدفعك إلى أن هذا التدبير جعل في متسع من الوقت إلى أن تم
إخراج أو تم تنبيه من لا يكون متواجدا في المفوضية وقت الهجوم ووقت هذا الفعل الإجرامي. هذه مسائل مبرمجة ومخططة، وبالتالي تحدثت عن التوقيت وعن الدلالات. وهذه التساؤلات تنتظر أو تحتاج إلى إجابات، لكنها أيضا تثير وتغذي الاتهامات ضد تيار الإخوان المسلمين برأيك. بدون شك بدون شك إخلاء بعض الأفراد التابعين لهم أو الذين لا يريدون قتلهم من داخل مقر المفوضية وإفساح المجال بعدها لانتحارية داعش للتقدم. هذا الأمر لابد أن يتم الإجابة عن التحقيقات، لابد أن تشمل ذلك، لابد أن تشمل كل هذه الجوانب، خاصة التحقيقات التي لابد أن تتابعها أجهزة أمنية حقيقية. أما ما قد يحدث في طرابلس إن لم يتولى مكتب النائب العام هذه التحقيقات وخاصة قسم التحقيقات الذي إلى حد كبير حتى الآن أنا أراه أنه قد يتعامل بمهنية، أما أن تأتي ثوار طرابلس أو الردع أو غيرها كي تمارس هذه التحقيقات فلن نصل إلى نتيجة ولن نصل إلى النتائج، ولكن هذه مسلمات أصبحت وهذه حقائق لابد أن نتعامل معها، نتعامل مع الحدث في هذا الوقت بالذات ونتعامل مع ما جرى إليه من تراتبية ما قبله وما فيه نحن الآن وما سيحدث نعم. بعد ذلك. أرحب بدكتور سامي الأطرش المحامي والحقوقي. دكتور أهلا بك. مساء الخير، مرحبا بك دكتور أحمد وبضيوفك الكرام. دكتور برأيك ما الرسائل التي أراد الإرهابيون إرسالها من وراء استهداف مقر المفوضية العليا للانتخابات بعد دعوات دولية ومحلية كذلك لإجراء انتخابات عامة؟ نعم، هو الحقيقة بالتأكيد طبيعة هذا التنظيم الإرهابي وأي عمل إرهابي وأي مجموعة إرهابية بغض النظر على تسمياتها هي جميعها بالتأكيد من الأيديولوجية التي تتبعها. نعتقد أن هدفها ضرب المؤسسات المدنية وضرب كل يعني ما يتعلق ببنية الدولة الديمقراطية، يعني وبالتأكيد الانتخابات وموظفيها وإداراتها هي جزء لا يتجزأ من هذه الأدوات يعني التي تخلق الديمقراطية وتساهم في يعني تفعيلها. فبالتأكيد الهدف كان واضحا موجها تجاه بناء الدولة المدنية التي يسودها القانون وسيادة القانون والمؤسسات وهكذا، يعني فالهدف واضح والغاية واضحة من هؤلاء يعني، وهذه هي طريقتهم في جميع مناطق التي ظهروا فيها مؤخرا يعني كدواعش، ولكن كإرهاب بالتأكيد ضرب في معظم دول العالم وما زال يعني يفعل ذلك، وهذا طريقتهم في فرض آرائهم بالقوة والعنف والتفجير وإرهاب الآخرين. نعم. هل يدلل هذا الهجوم الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات دكتور، هل يدلل على حجم تنامي وتمدد وتغلغل التنظيمات الإرهابية في المدينة؟ نعم، وظاهرة الإرهاب أستاذ أحمد يعني بدأت ولم تنتهي في ليبيا ككل يعني شرقا وغربا وجنوبا ووسطا، يعني هي تترعرع الحقيقة في مناخ الفوضى ومناخ عدم وجود الدولة وتشظي المؤسسات وبالذات الأمنية منها والحدود وعدم وجود ضوابط إدارية وإلى آخره، هذا كله طبعا يعطيها مساحات إضافية بالتأكيد أن تتحرك في جنوب ليبيا بكل أريحية بين دول يعني جميع هذه الدول يعني من مصر إلى المغرب مساحات شاسعة ودول إفريقيا، وبالتالي هي مرتع خصب الحقيقة في غياب وجود الدولة وتشظي مؤسساتها والانقسامات اللي موجودة، يعني شيء طبيعي نعتقد ويزداد هذا بالتأكيد في مناطق ليبيا كلها. يعني أنتقل الآن إلى الأستاذ كامل المرعاش الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ كامل أهلا بك. أهلا وسهلا، تحية لك وللمشاهدين والضيوف. برأيك لماذا اختار تنظيم داعش الإرهابي استهداف مقر المفوضية العليا للانتخابات بطرابلس؟ ما الرسائل التي أراد التنظيم الإرهابي إرسالها من وراء هذا الهجوم؟
طبعا المفوضية يعني الديمقراطية، تعني المسار الديمقراطي، تعني الدولة المدنية، وبالتالي هؤلاء لا يؤمنون لا بديمقراطية ولا بدولة مدنية، هم يؤمنون فقط بالقتل وبالسحل وبالتدمير، وبالتالي استهدافها أعتقد أنه من بين ليس كل أهدافهم ولكن من بين أهدافهم استهداف هذه المفوضية، ربما لأنها ليست محروسة بالشكل المناسب، أيضا لأنه طرابلس ليس فيها أي خطط أمنية، طرابلس عبارة عن كانتونات تحكمها الميليشيات، وحين يحدث حدث مثل هذا تتحرك هذه الميليشيات وفق تعبير الفزعة أو يعني هكذا الفزعة الغير منظمة والغير مبنية على أي خطط أمنية، وهذا هو حال طرابلس. يعني طرابلس من الممكن أنه حدثت فيها هذه الحادثة واستهدفت المفوضية، وربما تستهدف غيرها من الأماكن الأخرى، وهذا ليس بغريب. طرابلس تعج بعشرات الخلايا النائمة، خصوصا عندما نسمع خلال اليومين الماضيين بتأمين الإرهاب في أكبر ميادين طرابلس، والدعوة إلى الكراهية وإلى القتل وإلى التدمير في قلب العاصمة دون أن تحرك المؤسسات القائمة هناك والتي تدعي أنها مؤسسات شرعية وأنها تحمي الليبيين من الإرهاب ومن القتل، ولكنها في نفس الوقت تتسامح وتتعايش مع هذا الإرهاب الذي استشرى بفعل فوضى الميليشيات، بفعل تمركز هذه الميليشيات في كل أحياء طرابلس، وغياب أي خطة أمنية لمواجهة هذه التنظيمات، وهي تتحرك عندما ترى ضرورة التحرك في ضرب أي محاولة. إذن هذا الهجوم الإرهابي أستاذ كامل يكشف مدى تغلغل وتمكن تنظيم داعش من مدينة طرابلس، لكن برأيك من المسؤول؟ لماذا تحولت مدينة طرابلس إلى ملاذ آمن لهذه التنظيمات المتشددة؟ قبل أن أجيبك على هذا السؤال، في الواقع هناك من يعزي ذلك إلى الجنوب الليبي، وأقول أنه الإرهاب عندما جاء إلى ليبيا لم يأتي من الجنوب الليبي، هو جاء من الشمال وجاء في طائرات رسمية نقلته من اسطنبول ومن تركيا إلى معيسيقا وإلى مصراتة، ومنها انتقل إلى ترك، وعندما شنت عليه الطائرات الغربية الهجماتها في سرت عندما توسع واحتل مدينة سرت، هرب إلى الجنوب لأنه هناك غياب، لأنه في الواقع دائما هناك مبالغة أن الجنوب هو من يأتي منه الإرهاب، بالعكس هذه المرة الإرهاب جاء من الشمال وجاء منظما من بلدان مثل تونس والمغرب وغيرها التي دخل منها آلاف الشباب بجوازات سفر مزيفة ليبية وانتشروا في الأرض الليبية، وأعتقد أنه انتشارهم في غرب ليبيا هو منظم ومخطط، وسيكون محاربته صعبة جدا وتحتاج إلى سنوات طويلة جدا، لأنه استفاد من الفوضى الموجودة في غرب ليبيا، استفاد من سيطرة الميليشيات التي تهازم هذا الإرهاب ولا تريد أن تدخل في مواجهة مكشوفة معه، لأنها تخشى على نفوذها وتخشى السيطرة على المناطق الحيوية التي في حيازتها، وأيضا تخشى على انتفاض الحرب الذي نشأ بعد 2014 والذي تتربح منه هذه الميليشيات بالطبع يعني التواطؤ المباشر مع من يرأسون المؤسسات المالية ومن أيضا يرأسون المؤسسات الرقابية، وأيضا ما يسمى بحكومة الوفاق التي أصبحت في الواقع توفق بين هذه المصالح المتضاربة التي يتقاسم فيها قادة الميليشيات ودواعش المال العام نهب ثروة ليبيا وصريحتها دون أي التفات لأي خطط أمنية أو أي احترازات أمنية تمنع هذه الخلايا
من التحرك في الوقت المناسب. لا ننسى أيضا أن هناك خطاب كراهية مفتوح في طرابلس. هناك خطاب وهذا الخطاب معلن بكل أسف، ومن يتكلم في هذه الساحات الإعلامية المعلنة وبشكل علني يقولون كلاما أخطر حتى من كلام بن لادن ومصعب الزرقاوي والبغدادي والظواهري، هم أكثر تشددا وتطرفا منهم. ورأينا ذلك على الملأ، ماذا يقول المفتي عندما يتدخل في قناة التناصح ويحصر حقده وكراهيته ضد الجيش الوطني الليبي ويدعو جهارا ونهارا إلى مقاتلة الجيش، ويصف من يقتلون على أيدي الجيش على أنهم شهداء، وأفراد الجيش يصفهم بالطواغيت والقتلة والذين لن يدخلوا الجنة. إذن هذا الخطاب المتشدد والمتطرف ربما حصره في ليبيا ولم يوجهه إلى الغرب كما فعل بن لادن والظواهري وأبو طالب الصغراني، وهذا في رأيي ما جعل السفراء الغربيون يغضون الطرف عن هذا الخطاب المتطرف. ولكن لومنا على السيد السراج الذي يسمع هذا الكلام ليلا ونهارا. و نعم، هذا هو السؤال كذلك يا أستاذ كامل المرعاش، هل يتحمل السراج شخصيا المسؤولية عن هذا الهجوم الإرهابي، خاصة أن هناك تصريحات من أحد أعضاء المجلس الرئاسي تدعم صراحة قيادي إرهابي كفر الدولة الليبية والديمقراطية والانتخابات؟ أتحدث عن وسام بن حميد أمير ما يعرف بمجلس شورى الثوار، وأيضا تجمع الإرهابيين تحت حماية ميليشيا داعمة للسراج، أتحدث عن كتيبة ثوار طرابلس. هل كل هذه المعطيات تحمل المسؤولية للسراج؟ في طبيعة الحال السراج يتحمل مسؤولية الدماء الذين قتلوا، هذه الدماء التي زهقت في مقر المفوضية يتحملها السراج، ولكن نحن نعرف تماما أن السراج هو صنيعة غربية، ولذا أنا تجاوزت هذا الخطاب في السراج وانتقلت مباشرة إلى الجرح. هؤلاء السفراء الغربيون الذين يتجولون بكل حرية بكل أسف في طرابلس ويذهبون إلى سرت ويذهبون إلى مصراتة ويذهبون إلى كل المدن الليبية دون أن يتعرف أحدهم لخدش واحد، بماذا نفسر ذلك؟ هم يتكلمون عن الحرب على الإرهاب ولكن في بلدانهم، ولكن عندما يضرب هذا الإرهاب ليبيا يقولون أنه ليس هناك حل عسكري في ليبيا وأن الحل سياسي. طيب هذا الحل السياسي مع هؤلاء الذين يقتلون ليبيون بدم بارد ماذا بشأنهم؟ لماذا لم يتحركوا ضد هذا الإرهاب؟ نحن نرى المفتي ما زالت عائلته تقيم في بريطانيا، كيف يمكن قبول ذلك؟ كيف يمكن قبول أن المفتي الذي يدعو إلى مقاتلة الجيش ويعتبر من يموت على أيدي الجيش هو من الشهداء، ومن يموت من أفراد الشعب الليبي لن يذهب إلى الجنة؟ اسمح لي أستاذ كامل مرعاش نتوقف معك عند هذه الجزئية هذا الخطاب لأعود مرة أخرى إلى ضيفي في الاستوديو الأستاذ محمود البرعصي الناشط في مؤسسات المجتمع المدني. أستاذ محمود، إذن تصريحات من أعضاء أو بعض أعضاء المجلس الرئاسي تدعم الإرهابيين، تظاهرة كبيرة للمتشددين وسط المدينة، عقبها بساعات هجوم انتحاري مزدوج أوقع عدد كبير من الشهداء بمدينة طرابلس، هذه المعطيات هل تعزز المخاوف على طرابلس وأمنها؟ هل تدلل على مدى انكشاف المدينة ووقوعها تحت فريسة الإرهابيين؟ شوف دكتور أحمد، جميع التنظيمات الإرهابية متواجدة حاليا في طرابلس، المركز الرئيسي لهذه التنظيمات هو مدينة طرابلس، وخاصة متكتلين بشكل كبير في تجورة، في معسكر تجورة الذي يقوده المدعو البقرة. كل القيادات لهذه التنظيمات الإرهابية متواجدة بل مقيمة إقامة كاملة في معسكر تجورة لدى البقرة. لو شفنا نحن مدينة طرابلس، مدينة طرابلس مقسمة إلى مربعات يقال بأنها مربعات أمنية. لو استثنينا
قوة الردع، قوة الردع لو استثنينا قوة الردع كل المسميات الأخرى وخاصة في غوط الشعال حيث يوجد مقر المفوضية الوطنية لعليا الانتخابات يوجد في هذه المنطقة، هؤلاء كل جميعهم مجموعات إرهابية وللأسف الشديد منضوية تحت مسميات دولة. رئيس المجموعة الإرهابية التي تدعي نفسها بأنها تؤمن منطقة غوط الشعال هو غنيوة كتلي. غنيوة كتلي يتبع وزارة الداخلية في حكومة السراج. حكومة السراج نفسها المستشار الأمني للسيد السراج هو أحد الإرهابيين، هو كان نائب أشرف بن إسماعيل لهيئة الجرحى وكان يتعامل في بداية فبراير مع قطر بشكل كبير وبشكل واضح وأيضا تركيا، وكان يستورد في الأسلحة من هذه الدول للعصابات التي كانت متواجدة بمسميات مختلفة. القادة المتواجدين في طرابلس، قادة مراكز الشرطة جلهم هم أساسا ليسوا أفراد أمنيين أو أفراد رجال شرطة، ليس لهم أي كفاءة أمنية ولا تعرفهم المؤسسات الشرطية والأمنية في مدينة طرابلس إلا بعد 2011، بل كانوا هؤلاء مجرمين وكانوا متواجدين، كانوا مسجونين في سجن بوسليم وكانوا هاربين أو فارين خارج ليبيا في أفغانستان وغير أفغانستان وحضروا بعد 2011 وسيطروا على هذه المراكز الأمنية. أيضا عبد الرحمن الطويل الذي هو حاليا رئيس أركان حكومة السراج، عبد الرحمن الطويل عندما كلف كرئيس للجنة الأمنية لحكومة السراج خرجنا في تلك الفترة وأكدنا بأن هذا الرجل هو من الجماعة الليبية المقاتلة، وهذا الرجل فرضه عبد الحكيم بالحاج وخالد الشريف على السراج حتى يوافقوا على حكومة الوفاق. لا أحد سمع لكلام القوى الوطنية التي حذرت من هذا. الوضع الآن في طرابلس في المؤسسات التي تدعى بأنها مؤسسات أمنية تتبع حكومة السيد السراج للأسف الشديد هي مجموعات أو مراكز شرطة أو أجهزة أمنية تحت أي مسمى، هي بريئة، كل ليبيا بريئة، أمن طرابلس، أهالي طرابلس أبرياء من هؤلاء الناس. هؤلاء ليسوا إلا داعمين ومساندين، بل هم جزء رئيسي من الإرهاب. أما كما تطرق أحد ضيوفك الكرام بأن هذه المجموعات لا تريد دولة القانون ودولة المؤسسات، لا تريد دولة مدنية، نعم نحن على قناعة كاملة بأن كل المجموعات التي تسيطر على طرابلس وغير طرابلس الإرهابية لا تريد دولة القانون والمؤسسات، ولكن في هذه الجزئية تفجير مقر المفوضية لمصلحة من؟ هنا السؤال. تفجير المفوضية هو عملية إجهاض للانتخابات. من المستفيد؟ المستفيد معروف، المستفيد جماعة الإخوان المسلمين. جماعة الإخوان المسلمين يعلموا يقينا بأنهم غير مرغوب فيهم، وإذا حدث وأن دخلنا في انتخابات برلمانية أو رئاسية سوف لن يكونوا في المشهد. بالتالي يحافظ على هذه الأسباب الموجودة حاليا، ومحافظتهم على هذه الأسام يكمن في إجهاض الانتخابات. كيف تجهض الانتخابات؟ الانتخابات تجهض بأن ترسل رسالة للعالم أو للمجتمع الدولي بأن الأوضاع الأمنية غير مستقرة، وبالتالي لا نستطيع في ليبيا الدخول في انتخابات. هي عملية هكذا، هؤلاء يكسبوا في الوقت، هؤلاء يعملوا كل شيء، مستعدين أن يدمروا كل مؤسسات الدولة الموجودة في طرابلس، ومستعدين أن يجهضوا أرواح الألاف، ليس 14 شهيد فقط، في سبيل أن يبقوا. فهذا عمل إخواني صرف وهو ممنهج، وقد تكون داعش هي من نفذت، ولكن نفذت بمقابل مادي هذا العمل، وأخذت مقابل مادي أيضا في إعلانها أو تبنيها لهذا العمل الإرهابي. طيب أعود إليك أستاذ خالد الترجمان رئيس مجموعة العمل الوطني مجددا، أي مسؤولية يتحملها المجلس الرئاسي عن هذا الهجوم الإرهابي الذي ضرب مقر المفوضية العليا للانتخابات؟
المجلس الرئاسي كم سيتحمل من مسؤوليات؟ هل سيتحمل مسؤولية براك الشاطي أم يتحمل مسؤولية إخلاله باتفاقاته مع القوات المسلحة العربية الليبية، أم يتحمل ما يحدث في الجنوب من اختراقات ومن قتل ومن تهريب، أم يتحمل الملايين من الأموال التي تهرب لتونس من خلال تهريب البنزين وتهريب مشتقات النفط اليومي؟ يوميا تهرب أكثر من 16 شاحنة نفطية من الجبل الغربي إلى تونس، لدرجة أن لديهم تحت الأرض بطول أكثر من 5 كيلومتر كلها ممهدة ومن خلال أنابيب معينة يذهب النفط من طرابلس من الجبل الغربي إلى تونس. ماذا سيتحمل هذا الرجل؟ قلنا ذلك مرارا وتكرارا، وساحة الكيش تشهد على ذلك منذ لحظة مجيئه. من أتى به؟ من هو هذا الرجل وهو سراج؟ لماذا أتى؟ أتى كي يتم تنفيذ مخطط هو الآن ينفذ بشكل كبير، ينفذ من خلال الكثير من المشاكل التي نراها الآن من اغتيالات من تفجيرات هنا وهناك، ولكن الإشكالية الأخرى هو السيطرة على الاقتصاد، السيطرة على الأموال الليبية، السيطرة على الأموال في الخارج، السيطرة على استثمارات ليبيا خارج البلاد، السيطرة على الأموال المجمدة. هذا ما يجب أن يعي الليبيون، أن هذه الحكومة جاءت كي يتم القضاء على آخر أموالنا المجمدة في الخارج واستثماراتنا في الخارج، وكذلك الأموال التي يتم ضخها في مصرف ليبيا المركزي المسيطر عليه من هذه الميليشيات ومن السراج ومن جماعته. هذه مؤامرة متكاملة، ليست فقط مسؤولية على ما حدث في المفوضية العليا، المفوضية العليا هذا جزء من كثير، هذا جزء مبرمج، وربما لمن لا يريدون أن يصاب كما تحدثنا سابقا في هذا الهجوم تم إبلاغه أو تم سحبه من داخل المفوضية حتى لا يصاب. هذا الأمر عبارة عن جزء من كل ما حدث في ساحة الشهداء. هذا العرس الإرهابي الكبير تحت سمعه وبصره وهو لا يستطيع أن يحرك ساكنا، لا يستطيع أن يتحرك من قاعدته، فقط ما أمر به ما جاء من أجله هو الذي ينفذه وينفذه باقتدار. وإلا ما الذي يدعو رجل مثل هذا ويتحدثون عنه إنه ابن طرابلس وأنه قادر، ما الذي يدعوه إلى التمسك بهذا الأمر؟ ما الذي يدعوه إلى التمسك بهذا المجلس الرئاسي إن لم يكن من وضعه يريد له أن يتمم برنامج وضع أساسا من أجله؟ أنا أرى ما أراه أن أخطر ما يفعله هو تبديد الأموال، هو السيطرة على أموالنا في الخارج والسيطرة على ما يقع تحت يده من مصرف ليبيا المركزي، بالإضافة إلى قدرة هذه الميليشيات على أن تجيره لمصالحها الخاصة. هذه الميليشيات هي التي تتحكم في طرابلس، هي التي مسؤولية مثل هذه الأعمال من مسؤولية الأساسية، ولكن السراج لا حول له ولا قوة، هو عبارة عن ممثل يؤدي دورا مرسوما ومحددا له. طيب أعود إليك مجددا دكتور سامي الأطرش المحامي والحقوقي. دكتور هل أنت معي؟ مستمع. نعم، أن يقوم مجموعة من المتشددين في مدينة طرابلس بإقامة صلاة الغائب على أحد أبرز القيادات الإرهابية الذي كفر الدولة الليبية والديمقراطية والانتخابات قبل ساعات من هذا الهجوم الإرهابي الذي ضرب المفوضية، وأيضا تحت حراسة إحدى الميليشيات الداعمة للسراج، تحدث عن كتيبة ثوار طرابلس التي يقودها هيثم التجوري. هل يدحض هذا الأمر الادعاءات السابقة، التصنيف السابق في مدينة طرابلس للميليشيات على أنها ميليشيات حميدة غير مؤدلجة تحارب الميليشيات الإرهابية؟ نعم،
الحقيقة دكتور محمد، عندما قبلت المشاركة في برنامج حضرتك كان أملي أكبر بكثير من ما سمعته من ضيوفك الحقيقة. كان بودي أن يكون البحث كيف لنا كليبيون وليبيات أن نبحث على علاج لمشكلة هذا الجسم الغريب الذي تواجد في المنطقة العربية بشكل عام وفي ليبيا بشكل خاص، ولكن يبدو أننا نوظف كافة الإشكاليات بما فيها ظاهرة الإرهاب للصراع السياسي، وهذا أمر الحقيقة مؤسف. يعني هذا مزيد من التشظي الحقيقة، ومزيد من استخدام كل ظاهرة سلبية في الصراع السياسي والفكري بين الأطراف، وهذا أمر مخجل ومؤسف. فأنا أولا يعني أتأسف على ما سمعته من ضيوفك الحقيقة أن يتحول الحوار من قضية الإرهاب وكيف لنا أن نعالجه إلى قضية صراع سياسي داخل الجهات المتناحرة على المناصب وعلى المال، من الجميع أتفق في ذلك، ولكن كان لزاما الحقيقة أن نعطي الموضوع أكثر جدية، خاصة إذا ما علمنا بأن هذا الإرهاب ضرب بداية من بنغازي وزليت والجنوب والبوابات، ويعني هذه ظاهرة الحقيقة لا تحتاج إلى تقديمها وتقليصها في مدينة طرابلس من ناحية، لأن ليبيا كلها والإرهاب ليس له مكان ولا زمان محدد، في كل مكان هو يضرب ويضرب بعنف، ورأينا ما حدث من ظواهر هذا النوع من الإرهاب، أقصد الداعشي أو الإرهاب التطرف الديني، هو الحقيقة يعني دفعنا ثمنا يعني باهظا يعني وما زال يكون، يعني أتمنى أن لا يحدث في مناطق أخرى بالتأكيد، ولكن هو ممكن أن يضرب في بنغازي، ممكن أن يضرب في درنا، في سبها، في زليتن، في أي مكان، يعني ليس له مكان، ولكن يبدو أن الحوار وظف توظيف كبير الحقيقة لغاية أخرى. الإرهاب قد يضرب في أي مكان، وهو كذلك الآن يضرب في أكثر من مدينة ليبيا شرقا وغربا وجنوبا، لكن عندما نتحدث عن الحرب على الإرهاب يتطلب هذا الأمر اعترافا في البداية بوجود هذا الإرهاب. أنا أسأل الآن على هجوم إرهابي كبير حصل في مدينة طرابلس دكتور سامي الأطرش، استهدف المفوضية العليا للانتخابات، وكذلك أسأل عن دلالات أن يحدث هذا الانفجار بعد ساعات من تظاهرة كبيرة رددت شعارات تكفيرية داخل ميدان الشهداء تحت حراسة إحدى ميليشيات التابعة للرئاسي. كيف تحرس ميليشيات تابعة للرئاسي تجمع للإرهابيين قبل ساعات من هذا التفجير الإرهابي؟ إذن عملية الحرب على الإرهاب تبدو مستحيلة إذا كانت ميليشيات السراج لازالت تقوم بهذا الأمر الآن وتدعم المتشددين. أنت كيف رأيت هذا الأمر دكتور؟ أنا نرى مشكلة الإرهاب من هذا النوع، الإرهاب الداعشي بالتفجير وبالأحزمة الناسفة وباختيار أماكن لإيقاع أكبر قدر ممكن من الأضرار البشرية، هذه ظاهرة دكتور أحمد وكلام لضيوفك، ظاهرة الحقيقة غريبة على المجتمع الليبي ولا علاقة لها بالصراع السياسي الموجود الآن ومنذ فترة الحقيقة. فإذا كان مستمرين في طريقة البحث بهذه الآلية لا أعتقد أني سأكون مفيد يعني. طيب الصراع السياسي، طيب دكتور، استغلال الإرهاب وتجييره في العملية السياسية ولصالح أجندات سياسية تتهم به ضيوفي أو تتهم به الذين قاموا بحراسة مجموعة من الإرهابيين في ميدان الشهداء قبل ساعات من تفجير المفوضية؟ يعني دكتور أحمد هناك بون شاسع الحقيقة بين ظاهرة تظهر على المستوى الوطن العربي ككل، يعني في تونس وفي مصر وفي الجزائر وفي الجنوب وفي الشمال وفي الشرق وفي بنغازي، يعني مناش 4-5 أيام كان في تفجير يعني في المنطقة في الطريق الساحلي الاتجاه الشرقي، يعني وضرب حتى وزير الداخلية الدكتور شوائل، يعني ليس له مكان، يعني الإرهاب بهذا الشكل وبهذا الحجم وفي سرت أيضا يعني ذبح الأقباط، يعني دعونا نرتقي قليلا الحقيقة بالحوار حتى نستطيع أن نعالج هذه المشكلة. لا 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 الحوار قبل ذلك، نحن نحافظ على رقي الحوار ونحن نناقش قضية، سوف أعود لضيوفي للتعليق، لكن دكتور سامي الأطرش يهمني أن أعرف رأيك في هذه التظاهرة التي قام بها عدد كبير من المتشددين في ميدان الشهداء، وأيضا يهمني أن أعرف تفسيرك
لماذا قامت ميليشيات داعمة للسراج بتأمين هذه التظاهرة؟ أي تفسير تجده لذلك؟ لا 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 علم لي أنا بهذا ولا يعني لا علم لي بهذا الحقيقة، ولا أستطيع أن أزم ماذا حدث في ذلك المكان، لأن هذه قضية بالنسبة لي قضية ثانوية لا تعني شيء الحقيقة بقدر ما يعني ظاهرة التفجير أو التفجيرات التي قد تحدث في مناطق أخرى من ليبيا. طيب. فإذا كان الحوار يعني يتجه في هذا الاتجاه لقلب لصراع سياسي في حواركم، أنا يبدأ تعذرني دكتور أحمد معلش ننسحب لأن مش حنكون مفيد يعني في هذا، نترك ضيوفك يعني يقولون ما يشاءوا و نأمل في المستقبل أن يكون الليبيين في مستوى الحدث يعني حتى نستطيع أن نعالج مشاكلنا. طيب. أعود لل نعم أعود إلى الأستاذ كامل المرعاش. أستاذ كامل، لو كان لديك تعليق على حديث دكتور سامي الأطرش، هو يدعو لإبعاد هذا الهجوم الإرهابي عن السجال والمباحكات السياسية بين الأقطاب السياسية المختلفة. والله أنا رأيي من المؤسف ومن المخجل أيضا التغطية على الإرهاب ومحاولة تغطية الإرهاب بأنه صراع سياسي. أي صراع سياسي يتحدث عنه السيد الذي كان يتحدث قبلي عندما سألته عن تأبين الإرهاب في ميدان الشهداء، هو قال هذا نوع من الصراع السياسي، وأنا أسأله في لب الموضوع أو في عمق الموضوع، هؤلاء الذين تحدثوا كانوا يعتبرون وسام بن حميد بطلا قوميا ليبيا. في رأي هذا الأستاذ، هل وسام بن حميد بطلا قوميا أم إرهابيا أم مجرما قاتلا؟ هذا الرجل الذي قتل 52 إنسان أمام كويفيا، في رأي السيد الذي كان يتحدث، هل كان هذا صراع سياسي مثلا على السلطة؟ فقدنا الاتصال مع الأستاذ كامل المرعاش. أعود إلى الأستاذ خالد الترجمان للتعليق. دكتور سامي الأطرش يحتج على حديثك أنت والأستاذ محمود البرعصي ويطالبكما بالابتعاد عن تجير هذه العملية الإرهابية لأغراض سياسية كما قال. لكنه لم يقل ما يريد. ما الذي يريده السيد سامي الأطرش؟ ماذا يريد من دخوله في مثل هذا البرنامج والحوار عن ليبيا، الحوار عن محاربة الإرهاب، الحوار عن مقاتلة الإرهاب، الحوار عن مقارعة من كانوا يلعبون برؤوسنا ورؤوس أبنائنا وأصدقائنا الكرة في شوارع بنغازي والآن قادمة في لطرابلس. ربما البعض من مشاهدينا سيلتمس للسيد سامي الأطرش العذر كونه موجودا في طرابلس، ولكن ليس له الحق في أن يقول، وأقولها لك مباشرة سيد سامي، ليس لك الحق في أن تجير الأشياء كما تشاء لصالح الإرهاب بشكل تحاول أن تلبسه الشكل القانوني والشكل المنطقي والشكل العقلاني، لأنه بعيد عن العقلانية. بعيد عن العقلانية أن تقول بأن مسألة ثانوية الاحتفاء بالإرهاب في ميدان الشهداء تحت حماية الكتائب التي تدين بالولاء للمجلس الرئاسي. هل تريدنا أن ندخل في حوار سياسي مع هؤلاء وكيف يكون؟ هل تريدنا أن نقبل بهؤلاء وكيف نقبل بهم؟ في أي إطار من القانون الذي تعد نفسك دكتورا في القانون الدولي؟ في أي إطار سياسي إن كنت رجل سياسي وتتعاطى السياسة بالإضافة إلى القانون؟ في أي إطار اجتماعي إذا كنت ابن بنغازي؟ بنغازي الذي تقتل والتي دفعت من أبنائها أكثر من 7000 شهيد في سبيل الانتصار للكرامة والانتصار لحقنا في تأسيس دولة ديمقراطية، دولة مدنية. كيف يمكن أن نؤسس دولة مدنية في ظل هذه الجماعات الإرهابية؟ كيف نؤسس دولة مدنية في ظل هذا الاحتفاء بالإرهاب، الاحتفاء بالقتل، الاحتفاء بالتدمير، الاحتفاء بالمفخخات؟ وتتحدث عن المفخخة التي في طريق شرق البلاد. هذه المفخخة استهدفت رئيس الأركان، استهدفت الحاكم العسكري، الفريق الناظوري، أحد قادة
ثورة الكرامة في مواجهة الإرهاب، وماذا كان يفعل الإخوان المسلمين والذين تريد أن نرتقي بحديثنا حتى نصل إلى مستوى الحوار معك ومعهم، أولئك الذين أشاعوا بأن بني غازي هرب منها رجالها، هربوا من معسكراتهم لأن المشير انتهى. ما الذي تقولونه الآن وهو سيحتفل هو ورفاقه بعد يوم أو يومين بذكرى الكرامة؟ هل هذا منطق؟ هل هذا من ابن أخرجته هذه المدينة ابن بنغازي؟ هل هذا أنت يا سيد سامي الأطرش أننا نحن لا نرتقي لمستوى أن نناقشك؟ فعلا نحن لسنا في مستوى نقاشك، لأن نقاشك يدعم الإرهاب، يدعم هذه التوجهات، ونحن ندعم طيب انتصار الحرية وانتصار الكرامة. الاتصال عاد مع الاتصال مع الأستاذ كامل المرعاش، سوف أعود إليه للتعليق، لكن أنت أيضا تطلب التعليق أستاذ محمود. نعم فضل. نعم. السيد سامي، نحب نذكرك سيد سامي إن 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 جماعة الإخوان في نظري وفي نظر القوى الوطنية في نظر الشعب الليبي في العموم هم جزء لا يتجزأ من الإرهاب، بل هم الداعمين والمساندين بقوة للإرهاب، ولذلك لا نريدهم أن يدخلوا للمشهد القادم في ليبيا. وبالتالي اجتمعت القوى الوطنية كما الشعب الليبي على قناعة تامة بأن هذه الجماعات هي إرهابية بالمطلق ولا نريد لها العودة في ليبيا. ولنذكرك بألف وخمسمائة قتيل في بيوتهم يا سيد سامي في بنغازي، قتلوا آمنين في بيوتهم نتيجة قصف ميليشيات الإخوان صواريخها العشوائية عليهم وهم في البيوت. نذكرك بألف ومئتين ما بين عسكري ومدني تم اغتيالهم في مدينة بنغازي إلى بداية انطلاق عملية الكرامة في 2014. نذكرك أكثر من 7000 شهيد في مدينة بنغازي نتيجة حرب الجيش والمساندين على الإرهابيين الذين يدعمونهم بقوة جماعة الإخوان المسلمين. ونذكرك بأكثر من 10,000 جريح، أكثر من 3,000 مبتوري الأطراف. كل هذه التنظيمات الإرهابية التي فعلت ذلك هي تنظيمات تتحصل على الدعم المالي وعلى القرار السياسي من جماعة الإخوان المسلمين. نحن لا نتكلم على أساس إن جماعة الإخوان المسلمين هم طرف سياسي أو هم طرف في العملية، بل هم مرفوضين بالكامل سواء كانوا فيه على طاولة الحوار سواء كانوا موجودين في أي كان. ونعيد ونؤكد بأن ما حدث في مدينة طرابلس من تدمير المفوضية والضحايا الذين سقطوا تتحمل مسؤوليتهم بالكامل جماعة الإخوان المسلمين. قبل بثوب أنا أعود إلى دكتور سامي الأطرش، الاتصال عاد مع الأستاذ كامل المرعاش، أفسح لك المجال لإكمال فكرتك وتعليقك أستاذ كامل تفضل. أكرر في الواقع وسأختار نفس الكلمات التي اختارها الأستاذ سامي الأطرش، من المخجل ومن المؤسف، بل من الذي يدعو فعلا للتقيؤ أن تجد إنسان راقي كما قال أو كما وصف نفسه يدافع عن الإرهاب ويدافع عن تغطية الإرهاب ويريد خلطه بالصراع السياسي. أريد أن أسأله السؤال الآتي: من كان يؤبد في ميدان الشهداء قبل يومين في طرابلس، هل في رأيه هو طرف في الصراع السياسي أم إنه إرهابي؟ مع العلم أنه حتى قبل انطلاق عملية الكرامة هذا الرجل يداه ملوثة بالدماء، قتل 52 مواطن أعزل أمام الكوفية. فهل كان الصراع آنذاك صراع سياسي؟ هل كان السيد الذي يدعي أنه لم يسمع به ولم يعيره انتباه والذي كان يؤبن بطلا قوميا ليبيا هو طرف سياسي زعيم سياسي؟ ما هو توصيف السيد سامي له حتى يكون خطابنا ونقاشنا راقي؟ المسائل واضحة يا سيد سامي، المسألة واضحة تماما. هناك من يدعم الإرهاب ويجب أن تعترف بذلك إذا كنت بالفعل تؤمن بالنقاش الراقي والمفيد. يجب أن نواجه هذه المشكلة، هناك مشكلة، هناك أطراف تدعم الإرهاب
وهنا المشكلة. هناك ميليشيات ربما هي المسؤولة عن انتشار هذا الإرهاب. وأنا أقول لك، أنت تكلمت عن الجنوب، هذه المرة الإرهاب لم يأتي من الجنوب بل أتى من الشمال، وأتى بطائرات رسمية وبرحلات رسمية كانت على مدار 2013 و2014 وحتى 2015 تنقل الآلاف من العائدين من المجاهدين الذين دفعت ليبيا ودفع بالحاج تذاكر سفرهم هو والحرافي ونقلوهم إلى سوريا، ثم عندما ضربوا في سوريا أرجعوهم إلى ليبيا عندما انطلقت حربهم على ليبيا في فجر ليبيا. هل تسمي كل هذا صراع سياسي؟ طيب دعني أعود إلى دكتور سامي الأطرش، عاد الاتصال معه. دكتور، لو كان لديك تعليق على حديث ضيوفي يفسح لك المجال. والله دكتور احمد من يعرف الرد على من ولا من، هي العرب يعني نايضه، كلها عرب يعني جايين للتجريح وللاهانه ولل اولا بالنسبه لخالد، يا خالد الترجمان، ما انت ما تحكيليش على بنغازي ولا تعرفني عليها، بنغازي نعرفها وانا ولدها قبل تعريها، فانت يعني حتى في العمر خذها كويس. هذه حاجه. الحاجه الاخرى، نحن نتحدث على يعني حركه ارهابيه تكاد تكون دوليه يعني على مستوى كبير في المنطقة اللي هي الدولة الإسلامية. هذه لا علاقة لها الحقيقة بصراعك الداخلي ولا كرامة ولا غير كرامة ولا ميليشيات ولا غير ميليشيات. هذه حركة مصدرة تعمل في المنطقة، في العراق وفي سوريا وفي تونس وفي المغرب، وهذا تاريخ يعني. إذا كان حضرتك تراجع تفضل، حركة إرهابية جديدة تنطلق في المنطقة باسم الدين ولا علاقة لها بصراعك الداخلي وبالاتهامات التي تقيلها يعني يمينا وشمالا، ولا لها علاقة لا بميدان الشهداء ولا بغير شهداء، ضربوا في جميع مناطق ليبيا. كيف تسمي اللي في زليتن، كيف تسمي انفجار محكمة مصراتة، كيف تسمي تفجيرات بنغازي، كيف تسمي تفجيرات سرت، كيف تسمي يعني تحدث ولا حرج يعني. قاموا بعدة عمليات كثيرة من أجل تدمير وضرب وقتل أكبر عدد ممكن من المدنيين بهذه الطريقة البشعة. إذا نحن نتحدث على ظاهرة خارج المنظومة الليبية وخارج صراعكم وخارج يعني حربكم، سواء كان على الإخوان ولا على المفتي ولا على أي شخصية أخرى. نحن هنا لا نريد أن ندخل في سجال من أجل طرف لصالح طرف آخر، نحن نريد أن نواجه مشكلة يعني تتعلق بالمنطقة ككل. لكن جسم غريب على الليبيين. دكتور، خارطة الإرهاب في ليبيا متشابكة، أن تشاهد الآن، وأريد أن أعود بك لهذه الصور من طرابلس وأيضا من مصراتة لعملية تأبين هذا القيادي الإرهابي قائد ما يعرف بمجلس شورى الثوار وسام بن حميد. تنظيمه كان يضم الجميع، المصنف إرهابيا من مجلس الأمن ومن عدد من الدول. هذا التنظيم الذي كفر الدولة الليبية في البيان رقم 19 يضم داعش، يضم الإخوان المسلمين، يضم القاعدة، يضم أنصار الشريعة، يضم الجميع. هل تريد أن تقول دكتور أن الحرب فقط هي مع تنظيم داعش وليست مع التنظيمات الأخرى التي تحالفت أيضا تحت ذات التنظيم؟ بالتأكيد نحن حربنا الآن يعني اللي تهدد بالفعل الكيان الليبي ككل هو الحركة، هذه حركة داعش يعني، هذه هي اللي تشكل في اعتقادي الشخصي الخطر الأكبر على الدولة الليبية، لأنها تنتهز في هذا الصراع وهذا التشرذم وهذا التشظي وهذه الحرب الليبية يعني بين الشرق وبين الغرب، بين الكرامة وبين غيرها من الجماعات سواء تيارات سياسية أو غير ذلك يعني. هذه الحقيقة فرصة ثانية لهم، وأنا نعتقد أنهم الآن يتمتعوا برؤية مثل هذا البرنامج، لأن بالفعل الليبيين والليبيات يعني منتصرين لحربهم فيما بعد يعني، وبالتالي مساحات أكبر كل يوم. لذلك نعتقد أنه طالما إحنا غير قادرين حتى هذه اللحظة يعني بعد مرور 7 سنوات من قيام ثورتنا أن نشخص الحقيقة العلة والمرض، إذا نحن الحقيقة مش في مستوى المسؤولية. هذا ما أردت أن أقوله يعني. أنا نعتقد أنه
لأنه بدل ما ينتقل الحوار إلى مسائل شخصية ومسائل يعني تكاد تكون في البيت الداخلي الليبي إلى منطقة أكبر وأكثر خطورة وتهدد أمننا كليبيا كدولة واحدة. طيب الحقيقة انتقلنا إلى نقل كل ما يحدث وقلبه لجوانب نظرية المؤامرة السياسية، وأن كل ما يحدث في ليبيا كان من ورائه تيار معين في ليبيا. أنا أعتقد هذه مسألة غريبة على ليبيا كلية لا علاقة لليبيا بها. دكتور سامي، ما تعليقك على الاتهامات التي ساقها ضيفي هنا في الاستوديو لجماعة الإخوان المسلمين بأنها هي التي تقف وراء هذا الهجوم الإرهابي الذي استهدف المفوضية العليا للانتخابات؟ قال الإخوان المسلمين هم الذين خططوا ودعموا ومهدوا الطريق لداعش للتنفيذ، كيف ترد؟ هذه خصومة فاجرة يعني، لأنه أولا أنا رجل نؤمن بالديمقراطية ولا أستطيع الحقيقة أن أخصي أي تيار طالما لم يستخدم العنف لتحقيق أهدافه في الوصول للسلطة. إذا كان تحكوا على العدالة والبناء، أنا ما نعرفش إخوان المسلمين هم لا يوجد يعني حراك واضح بهذا الاسم. أنا نعرف أن هناك تنظيمات تميل إلى هذا التيار اللي هي العدالة والبناء. هذا التيار طالما هو يعمل من خلال المنظومة القانونية ومسجل كحزب سياسي، من حقه أن يكون موجود في الساحة السياسية ولا يجب أن نقصي أحد. طيب، إذا كان نحن ما قبلناش نقصي يعني دعني أحول حديثك هذا لضيفي هنا في الاستوديو وأختم معهما كذلك. أبدأ معك أستاذ خالد الترجمان. يجب عليكم ألا تخصوا الخصوم السياسيين، وأيضا وضع اتهامكم للإخوان المسلمين في إطار الفجور السياسي أو الخصومة الفاجرة، وصفها بالخصومة الفاجرة. خصومة الفاجرة، خصومتنا للقتلة للإرهاب خصومة فاجرة، فلتكن كذلك. إن كانت خصومتنا للإرهاب بهذا الوصف الذي يصفه السيد، دعني أقول لك شيء، نحن نخوض حربا مقدسة، حرب ضد الإرهاب، حرب لا تقبل القسمة على اثنين، ولا توجد منطقة وسطى ما بين الاثنين. إما أن تكون مع الوطن، مع من يريد بناء وطن، من يريد حرب الإرهاب، من يريد القضاء على كل من كان يعيد في البلاد فسادا طيلة هذا الزمن، من لا يريد إقامة دولة، أو تكون في الصف الثاني. لا يمكن أن تتحول إلى قديس وتتحول إلى شخص تدعي ما لا يوجد على أرض الواقع. ما قاله ضيفك لا وجود لها على أرض الواقع، لا وجود لخصومات سياسية، لا وجود لصراع سياسي. الصراع صراع أمني، صراع عسكري. طيب، ليس أكثر، صراع بين الحق الذي يمثله الضعفاء، والذي يمثله المقهورين، والذي يمثله من قدموا أبنائهم في سبيل هذا الوطن، وما بين من يريد أن يحكمنا بالحديد. طيب، في إطار حق الرد أيضا أفسح المجال لدكتور سامي الأطرش، أختم معك باختصار شديد دكتور. نعم، أولا يعني ضيفك الحقيقة يبدأ تاريخه من تاريخ عملية الكرامة، ويبدو أنه نسي أن نحن من قدمنا الدماء منذ 2011 من أجل العزة ومن أجل الكرامة الحقيقية ومن أجل بناء الدولة الديمقراطية المدنية التي يسودها القانون وتحترم فيها الحريات. الحقيقة تاريخ ليبيا معروف، وأعتقد أنه الشعب الليبي قادر أن يصنف كل شخص على حدة، ويعرف كل منا من هو وطني ومن هو يريد أن يحارب بالإرهاب ومن لا يريد. ولكن الحقيقة كان أنا خاب ظني وخاب أملي الحقيقة، لأنه نوظف في أكبر أخطر قضايا الآن تهدد وطننا ليبيا إذا أردناه وحدة وطنية لا شرقية ولا غربية كما قلنا في شعاراتنا في 2011، نوظف هذا إلى صراع سياسي. نعم، تعليق وختام أيضا. هو وضح لي، تبيني نختم ولا نعلق؟ على الاثنين، علق واختم. خلاص أوكي. بالنسبة للتعليق، سيد سامي ذكر بأن الحديث ليس منذ عملية الكرامة وإنما قبل عملية الكرامة. يا سيد سامي، عملية الكرامة هي مرتبطة تماما بما قبل الكرامة. قبل الكرامة كانت الأعلام السوداء لداعش ترفرف في شوارع وميادين بنغازي، وكانت تتمدد إلى الشرق، كانت سوف تصل إلى الحدود الشرقية لليبيا. في قبل عملية الكرامة كانت الرؤوس تلعب بها الكرة في شوارع مدينة بنغازي. قبل عملية الكرامة كانت الكوارث، كان الظلم، كان العبث السياسي، كان الدمار في الاقتصاد في كل شيء. ولذلك
خرجت علينا عملية الكرامة، وعملية الكرامة لم تخرج إلا بفعل الشعب بعد أن طالب بها الشعب، وكنا نحن كنشطاء أو كأهالي لهذه المدينة كنا رقم صعب في هذه العملية، سندناها وأيدناها من أجل ما قبل عملية الكرامة. هذا جزء. الشيء الثاني كي كلمة ختامية أحمد، كي أختم نؤكد على شيء واحد، لن تستقيم الأمور في ليبيا، لن نصل إلى استقرار، لن يعم الأمن في ليبيا ما دام جماعات الإخوان المسلمين موجودين في ليبيا فقط. شكرا. شكرا جزيلا لك الناشط في مؤسسات المجتمع قبل كل شيء المدني. باختصار باختصار 30 ثانية. لابد من يتحدث على ما قبل كرامة ويتحدث على 2011، أين كان في 76 عندما قضيت من عمري 16 سنة في سجون القذافي؟ أين كان في فبراير عندما كنا نقود معاركنا ضد نظام القذافي في فبراير؟ والآن نقود معاركنا ضد الإرهاب. شكرا جزيلا لك رئيس مجموعة العمل الوطني الأستاذ خالد الترجمان، كما أشكر الناشط في مؤسسات المجتمع المدني الأستاذ محمود البرعصي، الدكتور سامي لطرش المحامي والحقوقي، والأستاذ كامل المرعاش الكاتب والمحلل السياسي. مشاهدينا بذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من الحدث. في الختام تقبلوا تحيات معد هذه الحلقة أحمد سالم، تحياتي أحمد دقماغي، في أمان الله.